ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل، وهنقول كل الاسرار والتكات اللي تخلي العجينة معانا هشة كده وقطنية زي ما انتوا شايفينها كده، تحفة بجد. هنعمل عجينة ينفع نستخدمها في جميع المعجنات، عجينة اقتصادية من غير زبدة ولا سمنة ولا حليب ولا بيض ولا اي حاجة من دي. احنا هنستخدم شوية مية وشوية دقيق بس، هنعمل كده شوية تكات كده هتخلي معانا العجينة تكون هشة وطرية. بس يا ريت نتابع الفيديو عشان نعرف كل التفاصيل خلال الفيديو، ويا ريت لو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله، وتعملوا لايك للفيديو. يلا بينا ندخل في الفيديو. هنبدأ معايا هنا بقى كده بمقادير العجينة. معايا هنا معلقة كبيرة من الخميرة، اللي هو الكيس اللي هو وزنه 10 جرام، وثلاث معالق كبار من السكر، وربع كوباية كده من المية. المية لازم تكون دافية، ما تكونش سخنة عشان ما تموتش الخميرة بتاعتنا، وتكون برضو دافية علشان برضو تخلي العجينة تشتغل بسرعة. هنقلبهم كده مع بعض. احنا دلوقتي بنختبر الخميرة عشان نشوفها كويسة ولا لأ، يعني لأنها ممكن طبعا تكون بايظة، فاحنا بنختبرها في الأول كده بنشوفها شغالة أو لأ. فعشان كده حطينا ربع كوباية من المية. بنقلبهم كده مع بعض وندوبهم كويس زي ما احنا شايفين كده. طالما الخميرة عملت فقاقيع كده، خلاص نعرف ان كده الخميرة كويسة وشغالة. هنزل بقى كده بنص كوباية من الزيت. وهنا بقى المكون اللي هيخلي العجينة بتاعتنا طرية، معلقتين كبار من الزبادي. الزبادي بيخلي المعجنات حلوة جدا يا جماعة، وبيديها طراوة وهشاشة، وبيخليها كده طرية جدا وناعمة زي ما هتشوفوها دلوقتي معايا. هتشوفوا العجينة هتبقى عاملة ازاي. هنقلب بقى كده كل المكونات مع بعض كويس كده لحد ما توصل للقوام ده. وبعد كده بقى هننزل باربع كوبايات كبار من الدقيق. في الوصفة دي انا هستخدم نص كيلو من الدقيق. طبعا لازم ننخره كويس، مهم جدا يا جماعة ان احنا ننخل الدقيق قبل ما نستخدمه، علشان لو في اي حبيبات او لو في اي حاجة مكعكلة كده تخرج منه. وبرده النخل الدقيق بيدي هشاشة للعجينة، برده بيديها طراوة، مهم جدا يعني ان احنا ننخله كده. نخلت اول كوبايتين، وبعدين نخلت الكوبايتين التانيين. احنا في الوصفه دي استخدمنا نص كيلو دقيق، اللي هو 4 كوبايات من المج العادي، مج الشاي العادي خالص. هنعاير 4 كوبايات منه. خلاص كده خلصت نخل الدقيق. هنزل بقى برشه من الفانيليا ورشه من الملح. الفانيليا بتدي ريحه حلوه جدا للمخبوزات، فضروري ان احنا ما نستغناش عنها في اي مخبوزات او معجنات. لازم ايه نحط فانيليا في العجينه. وهنزل بقى دلوقتي بنص كوباية من المية الدافية، وهنزل كمان بنص كوباية من المية الدافية. يعني انا نزلت بكوباية كاملة من المية الدافية، بس انتوا يعني انزلوا واحدة واحدة كده بالمية، علشان طبعا العجين بيختلف من نوع لنوع. يعني ممكن تنزلوا مثلا بثلاث ارباع كوباية مية، وتسيبوا مثلا ربع على جنب، بحيث لو العجين بتاعكم احتاج مية ممكن تضيفوها بعد كده. يبقى احنا كده في الوصفة دي استخدمنا كوباية وربع، في الوصفة كاملة استخدمنا كوباية وربع من المية. كوباية دلوقتي وربع كوباية في مع الخميرة. هنعجنها بقى طبعا كويس كده. طبعا معروف ان المعجنات كلها لازم نعجنها كويس جدا جدا، وده من اهم اسباب نجاح اي معجنات او مخبوزات. هو ده اللي بيخليها تكون هشة وطرية، ان احنا نعجنها كويس جدا. لو بتعجنيها على ايدك مش هتاخد مش اقل من 10 دقايق. لازم نعجنها كويس جدا جدا، 10 دقايق، مش اقل من 10 دقايق. بنقعد كده نفرد في العجينة ونمط فيها كده وندخلها لجوه ونخرجها علشان نعجنها كويس كده لحد ما تبقى طرية معانا. لو عندك عجان مش هتاخد في العجان حوالي 5 دقايق او 6 دقايق، انما انا بعجنها دلوقتي على ايدي، فاخدت مني 10 دقايق لحد ما وصلت للقوام الناعم اللي انا عايزاه. العجينة بتكون طرية وبتلزق حاجة بسيطة كده، فعلشان نضيع التلزيقة دي فاحنا بنضيف ليها حوالي معلقتين من الزيت. الزيت حلو جدا، بيخلي العجينة تكون طرية كده وناعمة معاكي. ما تقلقيش، العجينة طول ما احنا بنعجن فيها هتنعم معانا، لكن هي طول ما هي لو جينا نشدها كده لانها بتتقطع مننا، هي كده محتاجة لسه تتعجن. لازم نعجن فيها لحد ما نيجي نشدها كده، لان هي عادت بتمط كده وعملت عرق زي ما احنا شايفينها كده. شايفين بقت ناعمه خالص ازاي معايا، ما عادتش بقى بتشقق ولا عادت بتتقطع معايا. فزي ما احنا شايفين كده العجينه طريه وناعمه خالص، وما بتشققش وما بتتقطعش مني. بس كده خلاص، كده انا كده خلصت عجن، وقعدت فيها 10 دقايق بالظبط لحد ما وصلت للقوام الحلو ده. للناس اللي لسه مبتدئه يا جماعه، اهم حاجه في المخبوزات عشان تطلع معاكي كويسه لازم نعجنها كويس جدا جدا جدا، يعني ما نزهقش من العجن.
خلاص كده خلصت العجين بتاعي، شايفين شكله ما شاء الله، العجينة تحفة يا جماعة وطرية جدا جدا يعني فوق ما انتم متخيلين. هحطها بقى في البولة بتاعتي كده واغطيها بستريتش وهسيبها لمدة نص ساعة تخمر. هعملها كده برشة كده من الزيت، هغطيها برشة من الزيت، هدهنها كده، هدهن وشها يعني برشة من الزيت علشان ما تشققش، وهغطيها بستريتش واحطها بقى لمدة في مكان دافي لمدة نص ساعة تخمر معايا. شايفين ما شاء الله خمرت وعملت ازاي، ما شاء الله تحفة بجد. العجينة عايزة اقول لكم ناعمة جدا، اللهم بارك، يعني ناعمة جدا جدا. بننزل كده العجين بايدينا بالراحة، لازم الخطوة دي مهمة علشان نخرج منه اي هواء، مهمة جدا علشان العجين بتاعنا المخبوزات بتاعتنا تطلع كويس. قطعت العجينة كده نصين لان هعمل صينيتين، فقطعتها كده نصين، بس لازم النص التاني اللي مش هشتغل فيه لازم اغطيه كويس علشان ما يعملش قشرة والعجينة تنشف. ومسكت بقى العجينة، النص العجينة اللي انا هشتغل فيه ده قطعته لقطع كده صغيرة. طبعا انتوا طبعا الحجم ده على حسب ما انتوا حابين، عايزين تعملوا الحجم كبير براحتكم، عايزين تعملوه قطع صغيرة براحتكم برضه. انا قطعتها كده بالنظر، يعني عبارة عن قطع صغننة كده بالنظر يعني، لان انا هستخدم صينية 28، مقاس 28. قطعت معايا الكمية دي، هنغطيها بقى كده في فوطة، ما نسيبهاش مكشوفة علشان ما تشققش. طول ما احنا شغالين فيها نغطيها وناخد حتة بحتة كده نشتغل فيها ونغطي الكمية التانية. جبت بقى هنا صينية 28 ودهنتها بالزيت يعني بدهنة زيت كده، وانا هحشي البتاع بتاعة النهاردة هحشيها بالشوكولاتة. فبقطع بقى الشوكولاته كده لقطع صغننه كده وبحطها في بفرد كده القرصه الصغننه دي، بفردها على ايدي وبحط قطعه الشوكولاته وبقفل عليها كويس جدا، لازم نقفل عليها كويس علشان الشوكولاته ما تطلعش منها. طبعا انتوا لو عايزين تحشوها بالجبنه بتكون حلوه جدا، بالجبنه الكيري او اي حاجه انتوا عايزين تحشوها بيها، يعني ممكن برضو بالنيوتيلا، برضو لو عايزين تحشوها بالنيوتيلا، ممكن لو عايزين تحشوها باي بعجوه برضو بتبقى حلوه، عايزين تسيبوها فاضيه خالص مفيش مشكله، هي اصلا بتبقى حلوه وطعمها جميل. طبعا برضو الحجم زي ما قلنا زي ما تحبوا، الحجم عايزينه كبير عايزينه صغير زي ما تحبوا، ده حاجه ترجع لكم. انا بعملها كده صغننه وبحط كده الكور جنب بعضها، ما نسيبش مسافه كبيره بينهم علشان تلزق في بعضها كده. هاي هفرد برضو معاك اهو العجينه واحط قطعه من الشوكولاته وهقفل عليها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، نقفل عليها ونلفها كده في ايدينا، ننزلها من فوق لتحت كده علشان ده بيدي برضو هشاشة للعجينة وبيخليها تكون حلوة بعد التسوية وبيخليها تكون طرية. بنلفها بين ايدينا كده وبنحطها كلها جنب بعضها كده، ونسيبها بقى لمدة تلت ساعة كمان تخمر علشان حجمها يتضاعف. بعد ما حجمها يتضاعف زي ما انتم شايفين كده جبتها بقى وهدهنها برشة كده من ال انا جبت يعني بتاع صفار بيضة وحطيت عليهم 4 معالق كبار من الحليب ورشة من الفانيليا، وهدهن بقى وشها كده عشان بتديها يعني شكل حلو وعلشان السمسم اللي احنا هنحطه على وشها يلزق. طبعا لو مش عايزين تحطوا سمسم براحتكم برضو. نتكلم بقى في التسوية. التسوية بتكون المخبوزات كلها بنحطها في فرن سخن، يعني يكون فرن سخن جدا نكون مسخنينه، وندخلها الفرن في الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180، يعني قبل ما بندخل الصينية بربع ساعة كده بنكون مشغلين الفرن. مجرد ما بنحطها في الفرن اصلا هي بتاخد لون من تحت، يعني بتقعد 10 دقايق كده وبتاخد لون من تحت، وبعد كده اول ما بتاخد لون من تحت نطفي عليها من تحت ونشغل عليها الشوايه لحد ما تاخد لون حلو كده من فوق، لون ذهبي من فوق، بنخرجها من الفرن. يبقى لازم نحطها في فرن يكون سخن جدا يا جماعه عشان ما تنشفش في الفرن والوصفه بتاعتنا تبوظ. يعني ده برده من اهم نجاح المخبوزات ان احنا ندخلها فرن سخن. بس كده خلاص خرجت معايا، اول ما خرجت من الفرن غطيتها في فوطه علشان تطرى وما تنشفش مني. وجبت بقى عسل نحل حطيته عليها كده، دهنتها بعسل نحل. طبعا لو انتوا عايزين تدهن تحطوا عليها لبن مكثف برضو بيكون حلو. بس كده شايفين الجمال ما شاء الله تحفة، العجينة حلوة جدا وهشة وعجينة اقتصادية وسهلة ومفيش فيها اي حاجة خالص. شايفين بقى ما شاء الله طرية جدا وهشة خالص، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة، ويا ريت نشير الفيديو كده مع اصحابنا علشان الفيديو كده يوصل لاكبر عدد من الناس. بس كده شايفين بقى ما شاء الله تحفة، ما شاء الله العجينة ما شاء الله يا جماعة، شايفين الجمال. ان شاء الله انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم المقادير دي. بس كده شايفين ما شاء الله تحفة. بس كده بقى يكون خلص الفيديو بتاعي، اسيبكم في حفظ الله، مع الف سلام، مع السلامة.